بعد أن صارت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية 20 عاما مستندة على عكاز واشنطن، تأتي فرنسا اليوم بفكرة قديمة جديدة، وهي عقد مؤتمر دولي للسلام يعيد الحياة للمفاوضات التي ماتت سريريا منذ أعوام. أفكار لم ترتقي بعد لمستوى مبادرة، قال عريقات، لكنها جهد مرحب به، ويلقى الدعم العربي والفلسطيني، وعليه تبنى اليوم الاتصالات الدولية المكثفة لضمان أوسع مشاركة من الدول المؤثرة سياسيا والدول ذات العلاقة المباشرة بالصراع. لا أستطيع القول أن هناك مبادرة فرنسية، المبادرة تتطلب مضمون، تتطلب مشاركين، تتطلب آليات، تتطلب متابعة، ولكن نحن على استعداد للعمل مع فرنسا والمجتمع الدولي لإنجاح فكرة عقد المؤتمر الدولي للسلام بالمرجعيات المحددة بالقانون الدولي بقرارات شرعية ذات العلاقة، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 67. واشنطن وتل أبيب تراقبان عن بعد، لا تبديان رفضا أو قبولا، لكن معظم المراقبين هنا يتوقعون دخول واشنطن على خط أفكار فرنسا بطرح مبادرة تبقي إسرائيل خارج كماشة الضغط الدولي وتعيد المفاوضات إلى مربع الثنائية المغلق بإذن الإدارة الأمريكية أيا كانت. المبادرة تأتي في ظل فراغ أمريكي وسياسي على الأرض، والأوروبي فشل أكثر من مرة في أكثر من محاولة في جلب إسرائيل إلى الطاولة. من يملك المبادرة عليه أن يملك القدرة على إجبار إسرائيل دفع الاستحقاقات، وهذا ماذا تستطيع فرنسا في هذه المرحلة؟ لا شيء على طاولة التسوية اليوم سوى الأفكار الفرنسية، لكن حكومة إسرائيل كما يقول الفلسطينيون لا تزال تؤمن بأن الحل يأتي من الباب الأمني، وأن التصعيد الأخير سبب وليس نتيجة، الأمر الذي يجعل الفلسطينيين يبدون تفاؤلا حذرا، لكنهم يسبحون خلف الفرنسيين وعيونهم على الأرض التي تتآكل كل يوم بسبب الاستيطان الإسرائيلي. تحاول فرنسا نفض الغبار عن طاولة المفاوضات بمؤتمر دولي للسلام، وقبل أن ترتب مقاعد المشاركين تنثر الأفكار وتستكشف المواقف، لكنها تعلم أن معارضة واشنطن وتل أبيب ستحمل الفكرة إلى رف الأفكار والمبادرات الذي علاه غبار الصراع. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، رام الله.